حنا غادي نختصروا، غادي نطلقوا يا سيدي الكاسيطه وغادي نبين لكم كيفاش وقعت. واخا با الحاج بسم الله طلقنا هاد الكاسيطه. شكون اللي فيها با الحاج؟ غادي نقول لك شكون اللي فيها. هي غادي تسمعها هذا با بحر الرحمن، هذا البحر اسيدي. هاد الشجير فوقاش با الحاج؟ هاد الشي وقيلة 94. فينا بلاصة؟ 94 هادي يا سيدي في جهة الخصة، الخصة ديالنا بالابيض. ديك الدار يا سيدي اللي دابا تيديروا فيها اللطر. وديك المكتبة. نعم. فوق منا. عرفت. دار شي واحد من الناس نتاع سيدنا. نعم. هاد الحال فهاد السنة الله يرحم الجميع، والله يخلي لنا سيدي محمد السادس، الله يطول عمره والله يشافيه، الله يرفع عليه شافيه ويعافيه، ويسد عليه ما در وياه، ويخلي لنا ويخلي لنا ويرحم سيدي مولاي الحسن فرمان. ما خدمناش ما خدمناش واخا با الحاج شي ما كاين، حديتو مغزل، حديتو مغزل اهو با الحاج. دابا اللي قلنا يا سيدي خلطوا علينا يا سيدي دوك الناس السوانسه، وشتهم في المجرد، في التالي في المجرد اخواتي فاش ناضوا يحضروا هادو اللي بين. حنا ما عندنا شي، ما عندنا شي، الحال عندنا في قلبنا وتنذكروا الله وتن تتفاجاو تتفاجاو تنقزو والله ونجذبو ونقزو، لا ما تنضربو لا يدينا ولا يدينا لا كنجي لا والو، تنمشيو بالصلاة والحبيب في قلبنا وحب الله تعالى. هذا با الباشا شو هذا كيف غادي يدير؟ شعر عربي دارو في قلب قلب القصم هذا راه دابا عندنا عروبي وداروه في قلب القصم، وشوف فين خرج بلاتي عليه. ما قال لا ابابا ونخدم رسول الله لا يديك لا يخليك والو، ودابا حنا دابا لا من الحرم يا رسول الله الصلاة على النبي الهادي، راه مشى الصلاة على النبي الهادي. دابا هاد الكاسيطة هادي إلا جيتنا نكملوها راه خصنا جوج الكاسيط، خصنا يومين. شي قال صحيح انتقال صحيح من الحرم يا رسول الله الصلاة على النبي الهادي بلا ما دار ابا ولا خدم راسو، ولكن القصيده راه فيها ساعة الارض هذه غير التقاوية كلها. كنظن على انهم كانوا في العجم ويمكن مشاو للبياتي بطريقة سلسة جدا بلا قراية بلا آلة بلا دار سميتو عديل. هادو دار عديل هي دار الحكمة، كانوا تيتعلموا الموسيقى. ان الحكمة تأتي من الأجل. الحمد لله سبحان الله العظيم، ربي عطاهم هذا الشيء في الفطرة، وانا ربي عطاني هذه الحكمة اللي تنقضي بها، غادي تنقضي بها وتنقول بها وتنصدق بها والله يقبل مني والحمد لله الله يطولنا العمر. ومازال تخدم الطريقة العيسوية الحمد لله، ومازال كنمشي لا إله إلا الله، ومازال البركة، ومازال كتجمع الناس. دابا نجيو لهنايا، هنا شكون اللي كيذكر دابا با البشير الله يطولو في العمر. هنا البحر دابا حاليا شو غير الطبلة كيفاش تسال بلاتي علينا. حنا كنا في واحد الحفلة وكنا خدامين عند الحاج مفتاحة، النكافة اللي كانت عندنا يا سيدي في فاس، وديك الليلة ديالها في الطلعة عرفتي شحال تيكونوا فيها يا سيدي؟ تيكونوا فيها هاد الفقرة، شحال الفقرة تيكونوا فيها؟ واقيلا إلا ما تيكونوا يا سيدي شي 50 ديال الفقرة، وفي ديك الطلعة الصغيرة يا سيدي، وتدير ديك الدخلة عاد تدخل دار الحاج مفتاحة. وهاد الحاجة مساحة راه هي أول عندنا يا سيدي نكافة مدينة فاس. مازال حية؟ ها؟ مازال حية؟ لا ماتت الله يرحمها، الله يرحمها، خلات الخبز ديالها وهي
باتن. مازال حية؟ حاجة باتن. وما بقيتش عندي وقيلة توفت. حتى هي هادشي. كل واحد سبحان الله العظيم دابا تيخرج. دابا بابا الحاجة تعاودنا. كي بحال حنا هي سوا ديالنا. دابا حنا خالفين حنا هاد الناس. الله يطول لك العمر. دابا انا عشت مع البشير. وعشت مع البحر. عاودنا عليهم شوية. وعشت مع مولاي محمد وعشت يا سيدي مع بالمعروف الله يرحمه. واخا. شكون هو المقدم كان هو مولاي محمد رحمه الله. لا الأول. كان سيدي عبد القادر الله يرحمه. عاودنا على التاريخ شي شوية ديال فاش. ما عشتش معاه بزاف ولكن شفتو. شفتو واحد الراجل هيبة. الراجل هيبة. نهار يا سيدي تنسمع من عند البشير النهار فاش توفى كان يا سيدي تيقبطوا يا سيدي الحفلة ب 50 ريال وب 60 ريال واللي عطاهم الله جعل البركة. لقاو يا سيدي ولا يدور على شي يصلي الفلوس تحت منهم المياوات غير بصر والدراهم. هذا سيدي عبد القادر الله يرحمه واحد الهيبة كان. الو شكون اللي خلفو؟ خلفو بالمعروف الله يرحمه. دوز بالمعروف يا سيدي. هذا كان فاش دوز بالمعروف؟ ولد فاس ولد فاس معلم الجار راسي هذاك بحال دابا الا مشى حتى يا سيدي دار يا بابا وكان خط التفريده في يديه كبحال داك الشيء البحر. دابا نقولوا يا سيدي البحر تسلمت من عند بالمعروف تسلمت من عند بالمعروف الله يرحمه. بالمعروف عاوتاني شكون اللي خلفه؟ خلفه مولاي محمد. ودابا هنا هنا زيانت سيدي تاعي ساويت من حيت مولاي محمد الله يطول عمرك. نسمعوا هذا الموال ديال با البشير الله يطول عمرك. واخا سلامون هذا هذا كنت دار محمدون وسلامون تيدير فيهم تيديرهم بجوج تيدير هذا وعاوتاني تيولي عاوتاني يدير واحد اخر هاد اللي قلتي انت. اسمع على الراجا كي تيدير اسمع قلت لك اسيدي نوليو الحاجه المساحه على هاد الخدمه اللي راحنا تنديرو دابا فعاد البشير وداكشي اظن اسيدي الحاجه المساحه تتجذب تطلب لك بحال القوية تجذب ولكن هي مرا كبيره ولادها تيموتوا عليها وبناتها عرفتي عندها اولاد ولادها اولاد حفايضها اولاد بنات حفايضها وداكشي وتيخافوا عليها وكان باكي تيزرب شي شويه في الطبله وقلت له غير بشويه هذا قالوا لها ولادها البشير مقدم البشير غير بشويه قال زاد لنا جرام من عيالها وبقى تيتبعها غير كيف ما تدير برجلها تيدير الطق دارت هكا برجلها تدير الطق على حساب على حساب الكليان اللي خدامين ورا هذيك هي الخدمه هذيك هي الصنعه هو نتبعها هو البشير الله يذكره الله يطول له في العمر هو هذا اللي كيذكر البشير ديما نقول وانا وهاد القصيده اللي درت هو اللي علمها لي والله يكثر خيره والله يخلف عليه والله يجعل فيه البركه وهذه هي الدنيا والله يخليه بركه وخصكم ان شاء الله ديروا لنا شي ساعه ونمشيو ندوزوا عند البشير حتى هو ابو البشير دابا راه مسافر سافر سافر با البشير راه واعدني على انه من يجي لمدينه فاس غادي يدير معنا ان شاء الله شي حتى دابا الا بغيتي نعيطوا له ولا التليفون كنت انا اتصلت به وقال لي ولدي راني مسافر ونيت فاس سويت لقيتو راه عند بنتو ديروا شي جلسه غادي نمشيو لعند الباشير ونقول له نجلسوا معاه وغادي يعطينا حني ما اللي ما عرفتش انا غير قبلوا مني هذا الشيء اللي تقول انت بابا الحاج راه قبلتي لنا الحمد لله بارك الله ما غاديش نزيد ما غاديش نقص الحمد دابا غادي تجي تقول لنا بقينا مولاي محمد مولاي محمد اللي خلف بالمعروف مولاي محمد مولاي محمد خلفو بالمعروف خلفو مولاي محمد هنا فين غادي تزور تاعي ساويت مولاي محمد كان يا سيدي في الاصل ديالي حمدوشي تمشي مع احمد سبحان الله كان يا سيدي في واحد الحفله يا سيدي جا تفرج يا سيدي في هذا الشيء تاع عيسى ديالنا كان تا بالمعروف كان اش غادي نقول لك في المقدمين دابا كان يا سيدي بالمعروف عندك يا سيدي سيدي الهادي الحصاير عندك بول دوار عندك يا سيدي بالحسن عندك الحاج الوزاني وشحال نتاع الدكاره غير الدراري الصغار اللي راه دابا ماتوا اللي باقي الله يطولهم منهم شكون؟ كيفاش
منهم شكون في الصغار الدراري اللي كانوا كيذكروا في ذاك الحقبه ديالكم. كان كي بحال دابا مولاي عبد الله الله يشافيه، كان سيدي ولد الحاج عبد الرحمن اللي كان تيخدم في الطوبيس الله يرحمه، كان يا سيدي بالمداني، كان يا سيدي سميتو بالمداني، كان يا سيدي هذاك ولد القصبة ما بقاش طايح على بالي، ولكن المهم من هادو هما الناس. المهم كان الناس يجيو المهم في دار الحفلة لابد ست دكاره سبعة دكاره، وإلا ما دخلتيش بالمول ولا بالعلومة وراك ما غاديش تدخل دار الحفلة. دار الليلة حنا تنقولو دار الليلة، دابا ولينا تبيناها دار الحفلة ولا دار الساعة ولا دار الخشا كي تيقول الاخوان الله يداوم على هذا. خصهم يشرفوا بدار الحفله وخصهم يشرفوا بدار الليله، ما يقولوش دار الخشا ولا هادشي هذا. شويه عطونا الهمه كيف عاطينا على الناس، ونتمناهم ان شاء الله الرحمن الرحيم عاوتاني يهزوا هاد المشعل كيف هزوا هاد الناس، ويدوزوا الاخوه يهزوا المشعل ان شاء الله. دابا هو كنقول عاوتاني غادي نولي الهضره، حتى اول واحد اللي عجبني في هاد الشباب اول واحد وهو سداهم العالم، وهو اللي خرج دابا لهادو ولاد فاس اللبس نتاع جلال الله يخلف عليه سداهم. انا ما عندي موضوع، هو اللي وحد جلابه في مدينه، هو اللي وحد جلال سداهم العلوي ولد زينه الله يطول عمره في هاد الساعه المباركه مسعوده قدم معدنا ما نقولو الله يعمر هدر. سداهم خدم يا سيدي مع في الجوق، خدم مع سميتو عن كنار، هو خو سيد السعيد وشحال نتاع الناس اللي كانوا خدامين يا سيدي مع الكنار، حتى الكنار راه خلى لنا واحد الشعبيه في فاس واللي بين الشعب الشعبي في فاس هو، وخلفه سي محمد عسري حتى هو غادي في المسار ديال العسري. سي محمد العسري، سي محمد العسري، سي محمد سي محمد لا كان بالاولى يا سيدي مراكشي، مراكشي هو اللي تبع الكنار. نعم سي محمد المراكشي، سي محمد العسري، لا حتى هو فنان وولد الخير وسيحب الخير للناس، ودار يا سيدي واحد الاخوان معاه، دار واحد المحبه بينه وبين الاخوان المجموعه اللي معاه، حتى هما غير الفنانه ولاد المدينه ولاد فاس. دابا غتقول لنا شكون هما المعلمين اللي كانوا هنايا غياطه؟ المعلمين غياطه هنا في الحومه، هنا في فاجدي، فاجدي كانوا يا سيدي عندنا، وسبحان الله العظيم على ذكر هذه الهضره اللي قلتي كانوا الغيطه قلال. سيدي عدنان هذا السؤال اللي قلتي لي الله يعطيك الصحه عليه الله ياخذ بيدي، بغيتي تفهم حتى انت ما شعر شنو كاين. المهم كان عندنا يا سيدي واحد السيد سميتو السحيمي، هو اللي غنى عليه في العروبي البحور على السحيمي مات ويا مخضرة مروع العقول كي حير جدابو. ايه هذا عاوتاني البحور راه حتى هو داير هاد العروبي، هاد العروبي راه ولا بن شعبوني اللي يداوي اصبر. المهم كان عندنا السحيمي، كان عندنا المعلم الطيب ياك اسيدي، هاد الناس شكون اخر كان يا سيدي بالعربي، بالعربي المعلم ديالهم هو تيدير الطقطوقه وتيدير يا سيدي في الاذاعه، في الاذاعه تيدير الطقطوقه في الاذاعه تيضرب سويسن، ومعلم فنان غير ما عندي ما هادي مشى. الوغ يا سيدي شحال حسبنا تاع الغياطه؟ قلنا يا سيدي بالسحيمي، قلنا يا سيدي السحيمي نبداو بالعربي، العربي هو اللي كاري الحانوت، هو اللي تيخلص لها المصروف ديالها، هو اللي تيدير ماشي هاد الحانوت؟ لا هاد الحانوت انا عاد نجيو للمعلم ديالها الخلف ديال هاد الناس. واه الوغ يا سيدي كان فيها السحيمي، كان فيها يا سيدي سميتو، عندك يا سيدي بالعربي، وعندك يا سيدي المعلم الطيب الله يرحمه. انا هاد ثلاثه الغياطه هما اللي قابطين فاجدي، واحد النور فيهم، واحد اللبس فيهم، واحد الشهوه فيهم، واحد الشيء داكشي ما عندي ما نقول لك سبحان الله العظيم. الوغ يا سيدي هادو هما الغياطه اللي دابا كانوا عندنا في فاس، تيتبعوا يا سيدي بالبحور وبالباشير، وحتى
حساب جيلاني ديال الدكان ديالنا كاينين مجموعه ديال الدكار وما تيشوفوش تيبغيو يشوفوا تيبغيو يشوفوا حنا غنوريو ان شاء الله غيكون معنا ومقدم الجلالي الفلالي الحمد لله مقدم حتى هو دوز الصوره ديالو في فاس جديد وتا هو شيخ وتا هو نظام وتا هو دكار الفلالي البراز البراز ان شاء الله غادي نصادفوه هنا في الحانوت هو ان شاء الله غادي يجي لعندنا الحانوت ان شاء الله اتصلت به غادي يجي لعندنا وتا هو عاوتاني يعطينا مجموعه د المعطيات وتا هو راه دوز الصوره ديالو مني وحتى هو انا راني غير هبي قلت دابا هادشي اللي غير تنقولوه غير قبلوا مني لا والحمد لله هادشي اللي قلتي شفتيه والحمد لله شفتيه وعشتيه كنشوفو كنقلبو على داكشي اللي عشتيه باش نعرفو حتى حنا التاريخ ديال هاد الحومه هادي والامجاد اللي دوزات من المقدمين الحمد لله دازو هنا مجموعه ديال المقدمين ومجموعه ديال الشيوخ ومجموعه ديال المعلمين اللي خلاو البصمه ديالهم في البلاد فكرتيني على قبيله قلتي لي شكون كان عندي هنايا هنا كان يا سيدي عندك يا سيدي السي محمد اللي قام حتى هما كانوا من حيث ما سيدي تسحيمي هما سيدي المعلم الطيب ان المعلم الطيب علمو حسن حداري وحتى السي محمد القشعني حتى هو علمو يا سيدي سميتو المعلم الطيب وتما وقاسم حتى هو عاش مع المعلم الطيب عندك يا سيدي راشد الله حتى هو يا سيدي الحاج عمر التازي الله يطولو في العمر لا عمر التازي كان مرامي بالعربي مرامي بالعربي وكان مرامي العفاني المعلم احمد العفاني اللي قام تعلم مع سي عبد العالي كنضرب تعلم مع عبد العالي تعلم مع المعلم احمد لا جا لعندنا جا لعند البشير باقي ما تيعرفش شي حاجه ولكن البشير هو اللي قعدو نعم والبشير هو اللي رد عمر التازي معلم ولكن قلتي ردو معلم 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 وحتى هو فنان معلم فنان وحتى هو عواد وكمانجي وصوت جمال صوت جميل والله معلم من جمال المجامع الله يطول له في العمر حتى هو الله يحفظه والناس المكناس هما تيسمعوا هذا الكلام ديالهم حتى هما راه مشينا المكناس وترحبوا بينا وعندنا اصدقاء ديالنا في المكناس عيساوا ولا الملحون تعلمنا منهم حتى هما وخدينا منهم البركه الله يطول في العمر ديالهم وشكرا لك بزاف بابا الحاج الله يطول في العمر ديالك ويخلي لك صحتك شكرا لك بزاف شنو غادير لنا بابا الحاج دابا غادي ندير لك واحد الفتح زيد شويه مجرد هذا زوين ديال بابا البشير هذا المعون تاع الجلد شمع اخويا هنا نغمى فيه هذا المعون تاع الجلد وزي غيّة وطردك كارت شوف يا 50 قصيدة عندي